السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنحاول نهضروا على التمثيل العقادي للدوران، يعني كما هضرنا على الازاحه وهضرنا على التحاكي، دائما ام بريم صوره ام بالازاحه، ماشي هي ام بريم صوره ام بالتحاكي، وماشي هي ام بريم صوره ام بالدوران. هنا ام بريم صوره ام بواحد الدوران، يعني شنو كيعني هذا الدوران؟ عنده واحد الزاويه، يعني شحال باش كدور هو غنسميوها الزاويه تيتا ولا الفا، سميوها تيتا. دونك ام بريم صورة ام بالدوران اغ، يعني ان دونك مادام انني كندور يعني هذا الشعاع وهذا شعاع، دونك المسافة اوميغا ام، اوميغا ام بريم تساوي المسافة اوميغا ام. هذا من جهة، ومن جهة ثانية خص يكون قياس ديال الزاوية اوميغا ام، دونك في هذا الاتجاه المباشر اوميغا ام، اوميغا ام بريم يساوي واحد الزاوية ولا يوافق تيتا بتردد اثناني بي، يكافي. دونك دائما كنهضرو على الدوران، كما في الإزاحة كيكون عندنا واحد المتجه ديال الإزاحة، وفي التحاكي كيكون عندنا المركز والنسبة، هنا كيكون عندنا المركز ديال الدوران أوميغا وزاويته تيتا. دونك التيتا هادي كتغير والمركز حتى هو يتغير. دونك كيفاش كنجبدو داك اللحق ديال النقطة ام بخيم؟ دونك دائما الهدف هو نجبدو اللحق ديال النقطة ام بخيم. كيفاش غادي نلقاوه؟ دونك بدينا من هنايا، هادشي هادو هما المعطيات اللي عندنا. غنستعملو دابا الاعداد العقادية. المسافة اوميغا ام بريم شنا هي باستعمال اللحق؟ هي المعيار ديال اللحق ديال ام بخيم، دونك غنسميه زد بخيم ناقص اللحق ديال اوميغا يساوي، دونك المعيار ديال اللحق ديال ام اللي غنسميه زد ناقص ديال اوميغا اللي هو زد اوميغا. وهنا القياس ديال هذا شنو هو؟ هو لاغيمون، دونك لاغيمون ديال قلنا زد كنا كنديرو هذا ناقص هذا، دونك زد بخيم ناقص زد اوميغا على زد ناقص زد اوميغا يوافق تيتا بتردد اثناني بي، يكافي. دونك هاد زد ناقص زد اوميغا غنجيب هادي لهنا. دونك بحال عندي ا يساوي بي، بغيت نجيب بي لهنا شنا هي؟ كيعطيني ا على بي يساوي واحد، لان بي هي بي في واحد، دونك نجيب الضرب كيعطيني القسمة ا على بي يساوي واحد. دونك داكشي غادي ندير هنايا، يعني هنا المعيار ديال زد بخيم ناقص زد اوميغا على زد ناقص زد اوميغا يساوي واحد، وقلنا المعيار ديال ا على المعيار ديال بي هو المعيار ديال ا على بي، دونك كنجمعوهم في معيار واحد، يعني ان زد بخيم ناقص زد اوميغا على ناقص زد اوميغا يساوي واحد. دونك يساوي المعيار ديالو، المعيار ديال من ديال هاد العدد هذا كيساوي واحد، ولاغيمون ديال نفس العدد اش كيساوي؟ تيتا. يعني الا بغيت ندير الشكل الاسي لهذا العدد هذا زد، زد بريم ناقص زد اوميغا على زد ناقص زد اوميغا، اشنو غادي يساوي؟ لو قلنا الشكل الاسي هو اغ اللي هو المعيار واحد فليكسبونونسييل اي الزاويه اللي هي تيتا، دونك اكسبونونسييل اي تيتا، وواحد في الاكسبونونسيال اي تيتا هي اكسبونونسيال اي تيتا، يكافي. دابا حنا قلنا دائما الهدف ديالنا هو ايجاد لحق النقطة ام بخيم اللي هو زد بخيم. دونك غنحلو المعادلة بحال عندي المجهول هنا هو زد بخيم، دونك زد غنديرو جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، ملي كتكون عندنا ا على بي تساوي سي على دي، يعني ان ا في دي تساوي بي في سي، يعني نجرفها في اي عدد غادي تعطيكم. دونك هنا عندنا ا على بي يساوي سي، هنا دي عندنا كيساوي واحد، حيت اكسبونونسيال اي تيتا هي اكسبونونسيال اي تيتا على واحد، دونك يكون عندنا ا مضروبة في واحد، هذا مضروبة في واحد، يعني زد بخيم ناقص زد اوميغا تساوي مضروبة في واحد اكسبونونسيال اي تيتا اللي هو بلاصة سي اكسبونونسيال اي تيتا عامل لي زد ناقص زد اوميغا، زد ناقص زد اوميغا.
تبقى لينا نرجعوا دابا هذه اللي هنايا ناقص غيعطينا زائد، باش تبقى ليا هنا اللحق ديال ام بريم زد بريم يساوي زد اوميغا زائد اكسبونسيال اي تيتا ام دي زد ناقص زد اوميغا. دونك هنا ملي كتلقاه بالبرهان يعني كترسخ عندك، فبالتالي كنتي في الامتحان وتنسات عليك العلاقه كتجبدها هكا. ما نورمالمون كنخدمو بالعلاقه، ما كنبقاوش دائما كل مره كنديرو هادي. زاد بخيما شنو كيعطيونا؟ اوميغا مركز الدوران اللاحق ديالو، كيعطيونا اللاحق ديال ديك النقطه اللي بغينا الصوره ديالها، كيعطيونا الزاويه ديال الدوران، وكنجبدو حتى اللاحق ديال زاد بخيم، كنعوضو داكشي هنا وكيعطينا اللاحق ديال زاد بخيم. نتمنى انكم تستافدوا، ولا عجبكم الفيديو دائما ما تنساوش تبارطاجيو وتابونوا معنا في لاشين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.